حبيبي شوكم، مش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وخير. اليوم انا بروحي طالعه، اليوم غير شكل لان راح اسوي مقلب بزوجي. هاي اول مره بحياتي اسوي مقلب ومو عارفه شنو هو ردت فعله. طبعا زوجي اللي ما يعرفه ما يحب العمليات التجميل نهائيا وابدا ابدا، يعني لو اذكر الموضوع انا هيك لا انت حلوه ما تحتاجين من هالكلام، وكثير يعصب على هالموضوع. فانا اليوم شنو سويت؟ قلت له رايحه الوالمارت، وصدق انا رايحه الوالمارت اصلا، انزين على اساس اني راح اروح الوالمارت وكاني رايحه للدكتوره وارجع ونشوف ردة فعله لما نشوف شفايفي منفوخة. انا شفتها هذا باليوتيوب وهواية مسوين المقلب، فقلت خليني اسوي هذا المقلب انه يحطون القلوب بالشفايف تصير كبيرة، واصلا ما مجربتها وما عندي القلوب. فهسا صدق انا وياكم رايحين وين؟ الوالمارت، على مود بس اشتري القلوب واجربه ونشوف يصير ولا ما يصير ونشوف ردة فعله. انا كلش متشوقة لانه وعد بهالموضوع، المواضيع هذه يعني عصبي حيل ولازم تكون موافقة من الطرفين يعني، فوايد متحمسة وانا حاسة ان راح يعصب هواية بس ما ندري. هسا خلينا نروح انا وياكم الوالمارت وراح نقضي ساعة ساعتين، وهي سهلة علي يعني هناك، يعني انا بالسوق اذا اروح على شغلة اشتري الشغلات كلها وانسى شنو الشغل اللي انا رايحة لها. فراح اروح هناك ان شاء الله واطول هيش فترة، ومن ارجع راح نهجي هنا بالسيارة لأن ما أقدر بالبيت، يمكن ما ينتبه، بس ولو إنه وعد وايد ينتبه يعني قوي الملاحظة. فخليني هيك بالسيارة، حط الكاميرا بزاوية يكون ما يشوفها، وخليكم معي يلا. طبعا هسه بالطريق رايحة الوالمارت، راح أجيب الجلو وأقعد هناك فترة ونرجع ونسوي الخطة. ورجعت هسه من والمارت، اشتريت طبعا غراض هواية انا اذا اروح للشوبينج يعني، المهم وجبت هذا الجلو، شفت كذا جلو، لقيت هذا سكول جلو، فما اعرف انا الصراحة راح يفيد ولا لا، فراح اجربه. هسه انا راح افتحه قدامكم، ما اعرف شلون اخليه هنا بالشفايف، خلينا نخليه بايدي اول شيء. اوكي هيجي ان شاء الله يضبط هذا الصراحة، لان كل اللي شفته ما اعرف انا صراحة بالصمغ، بس هم يخلونها هنا شوية. اوكي و يخلون هيجي الشفايف وتمسكها فترة، بس السيارات يقولون ايش قاعد تسوي. ايوه ان شاء الله تضبط على الاقل، يعني تضبط هالحركة. اللزقت شوية، ما ادري اذا يبين عندكم هسه، بس خليني احددها. اريد اتكلم هواي على مود ما يطيح اللزق. همزين جبت معاي الحمرة من البيت، ما ادري اذا يبين عندكم منه شوية من تفخة، ما اعرف راح يبين ولا لا، راح يلاحظ يعني ولا لا. يلا مش خلينا نروح هسه للبيت، وما اعرف شلون راح البس ماسك لان صراحة خايفة من ردة فعل الاولى، وهسه راح يسألني ليش انت لابسة الماسك، وبعدين ننزع الماسك ونشوف شنو ردة فعله. ما اريد اضحك عشان لا تقرب هذيك السيارة. Let's go. هشوف الكاميرا لا تحرك. وهسا وصلنا احنا هنانا، خليت هنانا الكاميرا بالزاوية وحطيت عليها هيك الشغلات علشان ما تبين. فصراحة انا ما اعرف ليش لابسه الماسك، صراحة سامعه شو انا راح اقول له انه يدخل السيارة، ما ادري والله، خندق عليه ونشوف. اقول له هلا قلبي. الو هلا قلب. هلا يا روحي. تقدر تجي للسيارة؟ وين تجلس؟ اجيت توني من والمارت، بس الدفاية مالت السيارة ما قاعدة تشتغل، ما ادري تجي تشوفها؟ خليها بعدين اشوفها، سام ارسلاني راح يكلمني. لا يمكن هي يشتغل، بس انا ما اعرف الدقمة، ما اعرف اي وحدة ادوسنها. تقدر تجي؟ بس خليني شوي، يلا بس خليني اشوف لي شرطي. اوكي يلا. اوكي يلا، لاني ما اعرف اصلا اي زر انه نفتح الهاي. نسيت وبردت انا ورحت واجيت. يلا بس اجي باي. يلا باي. او ماي جاد راح يجي. ردة فعله ما اعرف راح تكون. انا راح احط الماسك لانه صراحة هو بسرعة ينتبه يعني، بس شيء اجي
مسكرة الماب. هاي هلو. وين ال شو ما قاعد يشتغل الدفاية مو؟ هاي 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 الاي سي اوكي من نطفيها اوكي يمكن كنت مطفيها تحتي ما ادري بس تخليها من تشتغل اوكي ما تريدينها من تحت من فوق فوق وعلى الرجلين اوكي يلا انزلي نو نو بس اريد اقول لك شغله شنو؟ ليش الماسك ليش لابسته؟ اوكي يلا خلينا ننزل ونحكي بالبيت هسه نو وي بالسياره الاولاد يا معوده يلا اوكي بس انه اريد اقول لك شغله انا رحت اليوم اي رحت اليوم للدكتوره مو والمرت اصلا لحد ليش ما قلتي لي رايحه للدكتوره لحد ليش تشدبين يعني علي نو لان رحت سويت شيء انت ما تقبل اني اسويه شنو هو ما اقبل اسوي شنو ما اقبل اسوي باعيلي عاد هاي تنزل انا لا تدخيني يلا باعيلي هاي شو مسويه ها شنو هاي صدق كذب شنو عود حلو هاي تفخش شفايفك اي موضه موضه انا على ابو الموضه شنو موضه لا جد مو حلو ابدا مو حلو والله ابدا مو حلو ثاني شيء هاي انت قاعد تخلين كيميكال زين بس شيء انا اريد لا انا ما اريده انا زوجك اي نو انك ما راح تقبل ذاتس واي ادري لعب تسويها من وراي لانك ما راح تقبل طبعا ما اقبل طبعا ما اقبل لان شغله مو حلوه صدق ما ادري شلونك يعني تروحين من وراي تغافليني وتسويها؟ نزلي 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 نو تعال نزلي تعال تعال توقعت هيك تغلط اوه ماي جاد حتى الكاميرا تحركت انا ماسكه نفسي من الضحك لانه ما اعرف امقلبها ما اعرف اسوي طلع شلون بالله هسه نكملها بالبيت خلنا ندق عليه خلنا ندق عليه خلنا ندق عليه تليفونك كونكت بالسياره الو ليش رحت زين تعال خلنا نتفاهم حياتي خلاص تعالي نتفاهم بالبيت خلاص يعني صدق ما استحي تروحين من وراي تسوينها لا تفخش شفايفك بالنعال اوكي هذا برانك هذا برانك لا تفخيلك بالنعال لا شنو ليش صارتك مرة ما شنو خاطره او ماي جاد هاي شو اسمه يخلون ما ادري شنو الطبق نو 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 مو طبق انا خليت صمغ حطيت جمل يا يلا تعال عارف شلون تعال يا حياتي تعال 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 بسرعة قلت له خليه يجي ايش بيك زعلته هاي لعندي اقول لك شغلة ثانية تسويني يعني اكو واحد يقبل تسوين شغلة من وراه وتجين اوكي فرانك اقول لك شغلة ثانية اي هنا كاميرا كانت منين جايبه هاي الكاميرا الصغيره اصلا ما مبينه صدق لا كاميرتي اي ادري بس كلش صغيره ما تبين مو حاطه هاي بس العدسه مطلعته مو الكاميرا نفسها سويت ايش دعوه ايش دعوه هم زين طلع برانك هذا لو كان صدق كان سويت بيا يلا صمتك صمت كلهم شافوك هسه باوع لهم قول لهم كلمه مو حلو اي وحده تسوي شغله من ورا زوجها لازم تاخذين راي زوجك لان احنا اسره واحده عائله واحده كل شيء بالتفاهم اوكي صح. احلى صحيح
ما يصير تروحين من وراي وس... يعني يعني صدمتيني لان انت ما تسوين هيك شغلات دائما يا دائما اي شيء اي شيء اي شيء لو شيء بسيط لازم اخذ استشارته وموافقته بالاول استشاره قانونيه اي الاستشاره القانونيه والابروفل من عنده يلا ما يصير لان كل شيء احنا صرنا عيله واحده عندنا اولاد عندنا يعني صرنا عشره لازم كل شيء بالتفاهم صحيح بس شنو رايك البرانك انا عارفه مثل ولا ها يعني صراحة ما كنت تتوقع من عندك أنا هذا بس أنت على طول جوك. على طول صدقت يعني أنت يعني يعني ما أنا ما إحنا ما نشاقة هيك شيء إيه أنا قلت لهم إنه هذا أول رانك بحياتي أسوي لك يعني لا نكذب على بيناتنا ماكو كذب ولا حتى أبدا ما نكذب على أي واحد لأن نكره الكذب أكره ما أكره بحياتي إنسان يكذب علي أكره الغشاش، أكره الحرامي، أكره النصاب، هذول أموت من عندهم. Yeah. أنتي جيتي ما متربين علي تسوي البرانك ولا تشدمين علي ولا شاقين وياي. عصبني. بس الحمد لله الحمد لله أنا طلع برانك. والحمد لله انه طلع مقلب هقول الحمد لله الحمد لله كان اليوم اعرف كان اليوم يمكن ما نمت بالبيت ان شاء الله عجبكم هذا المقلب كتبوا لي رايكم فيه ولا تنسون انكم تشتركون بقناتنا وسووا لايك ومع السلامه باي باي يلا الاولاد يلا باي